أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. وصف الخارجية التركية للولايات المتحدة الأمريكية بالقوة المتنمرة على السعودية بعد الخلاف الذي حدث بين الرياض وواشنطن بخصوص خفض إنتاج النفط من خلال منظمة أوبك بلاس، وحدث هذا بالإجماع مما جعل القرار اقتصاديا بحتا، لكن بالنسبة لبلينكن فهذا القرار يصب في جيب بوتين حسب تعبيره. إذا وصف تركيا الولايات المتحدة الأمريكية بالقوة المتنمرة أعيد مرة أخرى إلى الخارجية من أجل تثبيت هذا الوصف. هل حدث هذا الوصف حقا من وزير الخارجية التركي أم لا؟ هل الوصف حقيقة جعل من هذا السلوك سلوكا متنمرا حسب وصف عضو في الناتو، رغم أن السعودية الشريك الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط؟ فالتنمر على حليف من حجم السعودية مرفوض على الأقل، لأن مثل هذا السلوك رفضه أساسا أردوغان في التعاطي ما بين كل من تركيا واليونان في خلاف إيجا وفي خلاف الحدود البحرية. الأمر اليوم أيضا فإن أمريكا هي التي تسعى إلى فرض عقوبات والتهديد بها وغير ذلك قبل أن تهدأ الأمور إلى أبعد حد الآن. ووجد الأمريكيون أنفسهم أمام معارضة كل من فرنسا لتصعد تركيا على فرنسا. فرنسا تدخلت مباشرة لرفض هذه العقوبات، ولكن في إطار ما سمي بقمة ثلاثية قد تكون مرتقبة في قمة العشرين، وهذا وضع دقيق للغاية بالنسبة على الأقل لما اقترحه الرئيس الفرنسي. فالرئيس الفرنسي أبطل أولا ما سمي بالإجراءات العقابية في السياسة الأمنية، لأن هذا سيكون خطرا وقد يدفع السعودية إلى قرارات باتجاه الصين أو روسيا، وهذا لا يخدم بأي حال الناتو في هذه المرحلة، على وجه التحديد مرحلة تأجيج حقيقي وإعادة تنظيم للعالم على الأقل حسب رؤية الحزب الشيوعي الصيني بعد مؤتمره. وأيضا بالنسبة لبوتين الذي يقرر إلى جانب لافروف ويؤكد أن نظاما عالميا جديدا قد ينبثق. على أي فالوضع اليوم باتجاه عالم متعدد القطبية أو ثنائي القطبية مع الصين كما صرح بذلك مسؤول صيني، فكل هذا الوضع لا يخدم بأي حال المملكة العربية السعودية في علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية أيضا مع السعودية. إذا الوضع هنا مرفوض أن يكون باتجاه القوة والعقوبات. فكيف نميز بين حليف الآن لديه استقلالية بقراره وحليف استراتيجي كالسعودية ونفرض عليه عقوبات كأننا نتحدث إلى إيران أو إلى روسيا؟ الأمر هنا أصبح صعبا للغاية، وقضية إما معنا أو ضدنا لن يخدم إلا من يقبله الروس الآن، لأن مجرد الحياد في هذه المعركة حسب بوتين فهو إلى جانب روسيا، مجرد الحياد فهو إلى جانب روسيا. فكيف لا يمكن لأمريكا أن تؤكد أن الحياد في صالحها وليس العكس؟ الاستثمار في مناطق الحياد هو الواجب على الأقل حسب الأتراك. إذن مجرد أن ترسل تركيا لفظ قوة متنمرة، هذا الذي أزعج أولا بايدن بشكل شخصي، ولن يسامح أردوغان على هذه الكلمة على أقل تقدير، وهو الذي تفحص من أجل معرفة هل قالها فعلا الأتراك أم لم يقولوها. وهناك أكثر من تأويل بهذا الصدد بخصوص التنمر وبخصوص الترجمات وكل هذا من أجل تبرير تجاوز غضب بايدن. المسألة الثانية والمهمة للغاية أن تركيا فعلا أرادت التصعيد من خلف موقف فرنسا. كيف تقف فرنسا إلى جانب السعودية ولا يقف الأتراك؟ الصينيون هم مع السعودية
في الحياد والاستقلال النفطي واستقرار أسواق النفط. إذا الصين إلى جانب السعودية، فرنسا إلى جانب حوار، الأتراك كانت ضرورية أن يلعبوا هذه اللعبة وهذه الورقة، وهذا الذي لم يقبله على الأقل بايدن بشكل شخصي. ولذلك فالتنمر الذي يحدث الآن لم يرد عليه أساسا الأمريكي لسبب من رئيس، لأن التنمر في حقوق الإنسان وغير ذلك كل هذا سيثار في الوقت المناسب. لكن من المهم جدا أن العملية اليوم ليس فتح جبهات من يكون مع السعودية ومن يكون مع أمريكا، وهذا التطور رفضه بلينكن، لأن المعركة تحولت إلى رفض سعودي رسمي بإعطاء 400 مليون دولار، حوالي نصف مليار دولار إلى أوكرانيا. يرفض السعوديون ربط هذه العملية كلها في أسواق النفط بأشياء خارجية، الأمر يتعلق بحياد ورفض الحرب إلى آخره. ومعلوم موقف السعودية وشكره زيلينسكي. في نفس الآن عندما يكون زيلينسكي إلى جانب السعودية وفرنسا إلى جانب السعودية والصين إلى جانب السعودية وروسيا بطبيعة الحال، فما بقي إذن؟ بقيت بريطانيا. الأمر هنا صعب جدا، لأن بريطانيا سكتت، لم تعلق على الحادث بشكل مباشر، فعزلت الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو الأمر الدقيق للغاية. لكن المناورات التي تجريها بريطانيا على وجه التحديد وفي قبرص وفي منطقة حساسة إلى آخره دفعت إلى القول أن بريطانيا تحاول جهد الإمكان وفي هذه المرحلة ألا تثير تركيا في هذا الظرف على وجه التحديد. لذلك لم تخاطب لا السعودية ولا تركيا ولا هذا المشكل من الأصل. إذا الولايات المتحدة الأمريكية معزولة عالميا من حلفائها أولا، وثانيا من كندا، أيضا من كثير من الدول بما فيها إسرائيل. إسرائيل رفضت التصعيد ضد المملكة العربية السعودية في ظرف حساس للغاية. ثانيا أن الجهاد الذي أعلنه أمير، على الأقل ليس من الأسرة المالكة وإنما من الأمراء القبائليين على الأقل حسب تصنيف الاستخبارات الأمريكية، فإن القبائل عندما تعلن ومن خارج الأسرة المالكة دعمها لموقف يعلن الجهاد ضد أمريكا تماما كنسخة قبلية هذه المرة بعد أن كانت نسخة دينية وهابية، فالأمر صعب أمنيا. يتحدث الآن الأمريكيون وبشكل أمني، هناك تقرير سري للغاية بخصوص تقييم دور القبائل في صناعة القرار في السعودية ودعم محمد بن سلمان وكل هذا والوقوف من أجل استقلال النفط السعودي. هذا قرار قبلي قبل أن يكون قرار دولة بالإضافة إلى مجلس الشورى وغيره. لهذا فالوضع اليوم مأزوم جدا. إن واصلت الولايات المتحدة الأمريكية التعامل مع حلفائها أو مع الحلفاء كالأعداء، هذا شيء مرفوض للغاية. ولذلك فمحمد بن سلمان حقق في هذه المعركة شعبية أكبر، تجاوزا لكثير من أخطائه السابقة بين قوسين، وثالثا فإن إعطاء صورة أخرى للأمير السعودي في أوبك بلس في روسيا وفي الإعلام المضاد لأمريكا يأخذ أبعاد أخرى لن تستطيع له أمريكا. وهذا هو آخر تقرير للاستخبارات لإيقاف أي توجيه لوم باتجاه محمد بن سلمان. أما بالنسبة لتركيا على وجه التحديد، فإن كل الإجراء الذي قادته عبر خارجيتها لا يريد إلا تجاوز أمر فرنسا على وجه التحديد وتعزيز قدرات السعودية وخلق سياسة تصنيعية أكبر يريدها محمد بن سلمان وستدعمها بشكل واسع تركيا، إلى درجة أن أردوغان سينقل كل التكنولوجيا التركية إلى السعودية، وهذا وعد قطعه. لهذا فهو لا يجد أي غضاضة
في حجز أي تكنولوجيا تركية لن تنقل إلى أرض الحرمين الشريفين. هذا هو القرار الذي تؤكده المخابرات الأمريكية، مما زعزع بشكل واسع إدارة بايدن. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.